لازم فلسطيني. سوري. فلسطيني. من سوريا. لبناني. شو معنى كلمة لاجئ؟ إسلام. لاجئ؟ صعبة كلمة لاجئ، مش هينة على الواحد. ما بحس إني غريب. لو طالعين بلدنا أحسن لنا، بس الوضع اللي جبرني إجي لهون. كلمة وحشة كتير، يعني صار إنه أنت لاجئة معناتها أنت ولا شيء. لاجئ يعني مهزومين من الحرب. اقتلاع شخص من أرضه زدته في مكان آخر. أنت تحسين حالك من هنا يعني؟ ما أنا ما بقبلها كلمة لاجئ. هن تغربوا عن بلدهم، تركوا كل عاداتهم وتقاليدهم ولجأوا لبلد ما بيعرفوا شيء عنهم. يعني شخص كان عنده شيء بطل عنده ولا شيء. لاجئ يعني هو بحاجة، بحاجة لدواء، لمسكن، لملجأ، لطعام. الشخص يلي بيتغرب من بلده على مكان تاني ببحث عن الأمان والسلام. بس تقولي لي هالكلمة بتخيل مساحات شاسعة عليها ناس برامي المي. هالصورة النمطية يلي عم تنشاف حقيقة بلبنان وبالعالم عن اللاجئين، لأنه بكفيهم ظلم ببلدهم، نحن بدنا نحضنهم، مش بدنا نجي نعذبهم أكثر. يعني إنسان بشر مثلي مثلهم، نحن مثلنا مثل هذا اللاجئ اللي بنشوفه مشحر عايف حاله، فل من بلده، طالب الحياة عنديتنا وشايف الحياة وببلادنا سبل الحياة مقطوعة. بحلم أرجع على بلدي وبعيش مثل ما كنت عايش من زمان. احنا من الوحيد ان نرجع على بلدنا. بتمنى انه اراضينا وبلدنا ترجع لنا ونلغي كلمه لاجئ.